طبعا عايزين بقى دلوقتي نشوف مع بعض التقرير. الاسبوع في اسبوع اسمه اسبوع الكوميكس، وده في مصر تحت شعار الرسم حريه، حيث افتتحت الدوره الثانيه من اسبوع الكوميكس في مصر، واللي بيشهد هذا العام مشاركات من سويسرا وانجلترا والمانيا والولايات المتحده، بالاضافه لمشاركات واسعه جدا من جانب الفنانين المصريين تحت شعار الرسم حريه. اه والله ده احنا كنا محتاجينه قوي. عموما الفعاليات استمرت لمده فعاليات اسبوع الكوميكس في مصر لمدة 5 أيام. ده كان طبعا خلال فعاليات متعددة كتير جدا، كان فيها معارض، كان فيها ندوات، كان فيها ورش عمل، كان فيها طاولة نقاش. طبعا ده كان في القاهرة وفي الصعيد، وكمان كان بيهدف المهرجان إلى تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصريين والأوروبيين طبعا من كل الاتجاهات. أنا سعيدة جدا بالتقرير ده وبشكر زملائي عليه، وأتمنى أنه الثقافة تعم مصر في كافة المجالات، لأنه ده أكيد هيرقى بالسلوك وبالأخلاق وبالذوق العام. تعالوا نشوف التقرير. تحت شعار الرسم حرية، اختتم اسبوع الكوميكس فعالياته بمشاركة واسعة من اعمال الفنانين المصريين، اضافة الى مشاركات من دول اجنبية. تهدف هذه الفعالية إلى التعريف بفن الكوميكس على أوسع نطاق ممكن. إحنا المنظم الرئيسي لأسبوع الكوميكس الثاني في مصر، وكنا منظم مشارك في أسبوع الكوميكس الأولاني السنة اللي فاتت. أسبوع الكوميكس بيتضمن ورش رسم وندوات حوالين فن الكوميكس ومعارض فنية. النهاردة في اليوم الختامي بنعرض جزء من الناتج بتاع الورش، وبنتكلم عن اللي تم خلال الأسبوع بشكل عام. الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الماضي أصدرنا مجلة باسم نور للأطفال، موجهة للأطفال بصفة عامة في مصر والوطن العربي. كان لزاما على الأزهر الشريف أن يصدر هذه المجلة التي تهتم بالأطفال لتوعية الأطفال بالثقافة العامة وبمنهج الإسلامي الصحيح. تتيح المشاركات الأجنبية مع الفنانين المصريين فرصة لتبادل الخبرات في فن الكوميكس والاكتشاف أحدث أساليب الرسم. أساليب جديدة للكوميكس، لأن الفنانين اللي جايين بيدرسوا في الورشة هم جايين من سويسرا، تمام؟ فهو الفنانين اللي في مصريين بيشوفوا أساليب جديدة، بيتعرفوا على أساليب جديدة، يعني تبادل الثقافات ما بين المعرض والمعرض. لازم طبعا بيبقى فيه كام يعني إيفنت بيتعمل عشان إن أنت تعرف تجذب الناس أو إن الناس تبقى عارفة عنه، لأن كمية الضغط دي بتخلي الناس بتتلخبط، فلازم تبقى في حاجه اللي هي زي مرونه ما بين المعارض نفسها، مساحه ان هو يبقى ما بين ده وده عشان الرؤيه نفسها. افكار تحولت الى لوحات تحتوي كل واحده منها على قصه بسيطه. وان كان في مصر شباب موهوب في فن الكوميكس، فاذا لا بد من الاهتمام بهذا الفن ودعمه حتى ينتشر. ماجد عبد الله، تن تي في.